هعمل معاك مراجعة سريعة لللابتوب الجميل ده. ده ديل لاتيتيود 5480، الشاشة بتاعته تاتش وبيفتح 180 درجة، يعني انت ممكن تستخدمه كتابة على الشاشة بالشكل ده. هو مش بيقلب تاب، يعني هو لاب عادي خالص، بس الشاشة بتاعته عشان هي تاتش وبيفتح 180، فانت ممكن تشتغل عليه كده بقلم او بايدك عادي وتشتغل عليه كتابة. طب وامكانياته i5 سابع برامات 8 واس اس دي 256 M2، وفي منه برامات 16 وفي منه ب 16 و512. التشكيله دي موجوده باختلاف الامكانيات كده. وحتى لو هو رامات 8 احنا ممكن نزوده لان هو بنكين، والبنك الواحد بيشيل لحد 16 جيجا. لاب جاي بفضل الله بحاله ممتازه، زي ما انت شايف اللاب شيك. قرب كده، قرب لللاب، بص كده حالته عامله ازاي. حالته نظيفه قوي قوي، دي البصمات اللي لسه انا عاملها اهي اهي. ماشي، اللاب من هنا في يو اس بي ومخرج تايب سي، وده بتاع الاس دي كارد ريدر. ومن الظهر شايف ظهره جميل اهو، اتش دي ام اي ويو اس بي، وده للسيم كارد، وده مدخل اللان، ده مدخل سلك النت. السيم كارد هنا بيحتاج كارت وان، متوفر عندنا برضو، ممكن يركب له من جوه عشان يشغل لك السيم كارد ده، يشغله داتا. كارت الوان موجود ب 300 جنيه، بينفع لاغلب الموديلات، يعني انت لو عندك لاب اصلا وعايز تركبه نركبه لك. وفي برضو من هنا يو اس بي ومخرج للسماعات ومخرج شاشه عاديه بتاعه الكمبيوتر، يعني هتقدر توصل عليه شاشه كمبيوتر عاديه، او تقدر توصل عليه شاشه تلفزيون توصل معاك لحد 60 70 بوصه شغال. كارت الشاشه بتاعه انتل اتش دي 620، الكيبورد بتاعته كيبورد مضيئه، التاتش بتاعه التاتش باد بتاعه جميل. هشغل لك اللاب تشوف اداؤه في الفتح، يعني مش هنشتغل عليه برامج كتير ولا حاجه، بس هو الاجهزه اللي زي دي كده بتنفع للبرمجه، تنفع لشغل البرامج المحاسبيه كلها، لشغل الاعمال المكتبيه كلها، كل الشغل التقيل، الالعاب بشكل متوسط عشان ده كارت انتل. هسيب لك لينك الويب سايت بتاعنا عليه اللابات كلها.